بوحيه ان شاء الله تعالى وحسب الله بان ايات فرقا من الشمس الى ايات الظلمات والنور في سوره الانبياء. سوره الانبياء توفيق آل وهب الإصلاح فكأن الله إليه قال بالله سنبي الله محمد هذي الله أبو كلية وآيان توفيق جران وآيان معجزة القرآن كان هذي أقبل وآيان نياني أركي إن كذا إسلام أوفي ذي أو معلمة معلمة تقدم ومال وصل قصنا أن الناس الأرض نقصها من أطرافها فهم الغالبون يجا متى أتكانه مردي أي أرخ يعني المعلم بمعنى صوفة سنة ويجا غالب متى ما يعني مثلا وقلي يقول وحاد كتر عن نبينا نتأمنون إنما أنذركم وحال إذن كدري في الوحي ما لدي كدري أنا وحال إذن شيري وحد إقرد إلى ما وحال أنا هو سماع وحي اللي إيه وحي يريء اللي إيه ديني ما لدي كدري لكن حقيقة وحوي ولا يسمع مما غلط الصم قوة جهلي الدعاء دواق ممغلا إذا ما يندرون لك اليوتيوب معنى ما فهم يوه وحلو يجب يمرد قفك بجلائي مرد قفك حقيقة ودقلع وقالوا لي أنه دواق مغلق قفك قلبك كده يلي نواصيله وقال ما فهم يوه هدو دواق يخروف تمغلق ما فهم يوه وحلو يجب مركني ولا يحمل صالح سوكوية ساقو الدهبالي الوحي بالي دين كده يا عليك أمكين سبهدا منوطة وقال لي دي بي ترك أشيك بالي مرد هو الشيء يدوكو أما فهم أما هتامنه قلوا حاقدا إنما أنذركم حالي كد بالكلية وحكال ما أعلم فرطم ذلك الوحي والذين كد ذلك ولا يسمع مما خلا الصم قوة لجهل أدعى دواغ ممغنا وقوة حقيقة ودقلين دواغ نفتي سمى مغنا قلبك قوة كد قالانا ما فهمان ولي فهم بينا مغنا إذا ما ينظرون مركا لوزيو ممغليان مركا لوزيو هذين مغلوالين دباسة دي بابوز وصعفة بكا كان عدي قال ولا ان مصر ما تنصابته لفحه وحي ومن عذاب ربك ربك عذاب في ساعه لا يقولون وحي اورنا يا ويلنا هو بيجي ان انا كنا وحال الله الظالمين فوق قرطر ومشركين انا انا قاعد اتخذ الهي بكا كان عدي قال له لو كري لا يا وحي انا هذول صارت بلغ مصر من بالي وتعبش لفحه لو وحي انا اطوف يروي مستر مرنا ولا غير مركلي نفعت ومسل المرة لك انت هاتو يرين باكو سغل تابشو فوت يرو تابكا وهل مرة وحوالي مركبو العبادة يوم ما تيسن كرا هذا نوالي بكر الله وقال ما تاجب كيف دباسة كدي سونان وكدي سوني قاتو حق الصوف كرا والي بلا ايه دباسة دو مركب سيدا وطابتا لفريك عبادة يوم ولين مصر ما تيسن تابتو نفعت وحير وأقوصاء ومن عذاب ربك ربك عذاب في سكمير وحوي السدافة لا يقولون وحي أرنا يا ويلنا هروب جيجي إنا أنا وكنا وحنا ظالمين فوقف ذلك مركز في كرامية كرسوه مركز صلى الله عليه من ذي عذاب في جماله كرسوه ما أمة خرج والله ضعوا أن السؤال ده جنبه قال له وصعد لنا الموالدين وزيالك القسط عادلة وزيالك عادلة أصعد لنا ليوم القيامة في يوم القيامة قيامة اليوم في سوزن كتير الناس قال له فلا تظلموا لظلمين ماي نفس اللفنة شيء أشياء لقد ظلمين ماي وحدادة من نفلاتها لقد ظلمين ماي وإن كان هدوية هاي شيء عبادة تمثل مثقال حبة سيري وزن كيد ومن خردني جيتها خرد الخلية تقرقوك بألا بنسل تقرقوك كما أقان نسمع لها كبحة من ملايين أتينا هو الله إمان إما بهاجة وانكيني نابد والوحكة للدالي وحا إنتها لإحتى وانكيني دون إلا الظلمية المجلة وعلى شيء توزن فعل وزن يالك وحلل ذات رقفك على وزني أما أعماش اللفتي ذا على وزني أما قرانك وحي فقرين بعلى وزن من والبن وعلى وزن بركب بالمثل وحلل يتبع بعلى فيني يوالوية كفد على صارح يسوي عمل في سيء وهذا كان عمل في سيء حمال يسوي بها كفد على صارح شيء ونا جنان حد على صارح هدو حقها يسوك مركب الله اللي عيا حمال في حد يا ديبا فلن كان وحبابك مشيناه فكان وحيد قاضنا يمينه هلاك سمي وحل لي هو وحيد الدار ما لنا وحاسد حسنات هو ذا المترا ما يقول لي ما خصوصنا يا حتى أكو حسنات لي ما كان وحاول الصواب بطاقة يا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يكون قرنت عليه قال الصواب قاضنا علي يا ربي
waxan inta yarida la inta waxaas dambiga inta leh waxa weeye maxay ka tahay markii la saaray tafadi la ilaha illa allah ibaad la daciweyn waxa qofkii taas ku badbaadiyay tawxiidkii waxa dadka qaar ku naga soo qori baa leeyahay sagaashan iyo sagaal warqadood ama journal taa laga soo qoraya oo mid walba isha arageeda uu fidsan yahay waa midka midka ay tafada ay tahay la dhacayso marka way muwaadiinta marka la dhigo gaalada iyadu wajin fiican loo dhigi maayo muminiinta waxa la wajin weeye gaalada dembigii baa ku cadayaan wax khayraad hadii loo wajinaba male waa un la tusi waa loo soo bandhigi mooyaane khayraad loo wajino xagga loo saara male wanadacu lmawaasiina wasayaashu waa soo dejinaynaa baa la leeyahay alqista ee caabidka ahaa liyowmi alqiyaamati fii yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa falaa tudlamu la dulmin maayo nafsu nafla shee shee laga dulmin maayo wax laga qaadan oo laga dabtirin ma jiro wain kaana hadii yahay shaygaa ay nafsu camal fashay midqaala xabatin siri wasankeedu min khardali geedkaasa garaxuudka ah ateenaa biha waa la imanaynaa buri haba yaraatay waman yacmal midqaala dara khayra yar khalaas u arkaya shartiina waa sidoo kale wakafaa waxaa ku filan binaa annagaa ku filan buri ana xaasibiina xisaab iyo yaal ahaan anigaa ku filan buri cidna ugu yeedan maayo qof walba waxaa yarka iyo waxa weyn waa allah baa kala xisaabtamay xisaabtuna waxa weeye asracu lxisaab xisaabta ugu degdegan si aan caqligeenu keeni karin bay xisaabta u dhamaystiraysaa laxda gudaheed baa khalqigoo dhan lala xisaabtamay haddii la doono laakiin cadliga allah la muujino ruux walba fursad baa la siin laguna xisaabtamo oo uu kaga jawaabo oo hadduu cudurdaad leeya ku cawdo cabashadu markaa waxu tari maysa qofka muminkaabay cabashadu markaa waxu tariye oo ilaahay waan dambiilaanahay markuu qirsayo waxu tariye gaalka isaga waxba cabashadu u tari maysa markaa ilaahu dib nooca li markay leeyihiin ikhta-uu fiiha walaa tukallimuun baa la dhihi kib baa layihi noqda oo isugu fogaada markaa allah wuxuu leeyahay wakafaa waxaa ku filan binaa binaada yacni ba-da ziyaada la yidhahda faacilu kafaa ijaadu bilbaay yaa la yidhahda kafaa binaa annagaa ku filan buu alla leeyahay xaasibiina xisaab iyo yaal ahaan wax xisaab oo kale loo doonayaa ma jiraan allah wuxuu leeyahy walaqad aataynaa muusa waharuna alfurqaan in badan baa laysku ag sheegaa nabiyullaahi maxamed markii laga sheekeeyo iyo tawreed iyo muuse waa laysku daba qabtaa waxa weeye qabiyadooda isu dhaweydood waxaa lala halgamayay hab qabiil baa lala halgamayay nabiyullaahi maxamed hab qabiil baa looga hor yimid muusena hab qabiil baa looga hor yimid gumaysigii la gumaysanaya xataa hab qabiil buu ahaa marka labada qabiyaa isku mid marka saasaa inta badan qur-aanka laysugu sheega walaqad aataynaa waan siinay muusa muuse iyo waharuuna oo walaalki ah alfurqaana furqaan baan siinay iyo wadiyaa annuur iyo wadishan waxyi ama qur-aan saddexduba hal diinta tawreedba ishaaraya alfurqaan xaq iyo baatil kala sooca weeye wadiyaa annuur yusadaa ubihi lagu iftiinsada weeye wadada xaqa lagu arko wadishan waanin iyo waxu sheeg weeye intaba furqaan waxaa ah atawreed baa intaba markaa waxay yidhahdeen qolada carabiyadu sifada waa laisku cadcadsaaday sifada asifaa yucdafu bacduha calaa bacdi waa laisku cadfaa waa wada sifa haddii wowda laga daayoyna qur-aan ahayn alfurqaana diyaa-an dikran sax bay ahaan lahayd haddayna qur-aan ahayn alqur-aan sunna mutabaca naxwadu ama carabigu ma xukuma qur-aanka laakiin qur-aanku siduu qiraa-adu ku timaaday iyo naxwadu u magac bixin oo magac u sheegay laakiin ma xukumo oo laguma soo dabaqi karo allah wuxuu leeyahay walaqad aataynaa muusa waa siinay waharuuna alfurqaana xaq iyo baatil kala sooci waa tawreed wadiyaa-an nuur baa siinay oo lagu iftiinsado waa tawraa wadigan waane iyo wax sheeg baa siinay waa tawraa lilmuttaqiina bay digi iyo waane u tahay iyo diyaaba u tahay lilmuttaqiina kuwaa looda ka baqa oo kuwa reer banu israa-iil iyo kuwa hadda jooga intaba ilan kuwa waktigaa jooga nabiga la joogay laftooda hadday tawreed ku camal falaan nabigay soo raaci lahaa hadday tawreed ku dhaqmayaan oo la bedelin tawreed bedelan bay haystaan oo muxaraf ahayd tawreedii dhabta ahayd hadday haystaan tawreedu waxay amraysaa markii ninka nabigaasi buuxo inaad raacaysaan marka tawreed lafteeda hadday ku dhaqmi lahaayeen nabiyullahi maxamed bay soo raaci lahaayeen lilmuttaqiina buu digri u yahay iyo iftiin u yahay xaq iyo baatil kana soo caafi mutaqiintu waa kuwee ma iska sheegashaa alladiina kuwa weeye yakshawna rabbahum rabbigood ka baqaya bilkaybi maqni kaga baqaya iyagoon rabbi arag yay ka baqayaanoo dalaa-ishiibay arkeen rabbi jiritaanka iyo kelinimadiisa markay arkeen bay u deliishadeen alla jiritaankiisa markaasi allahooda ka baqaya inuu ciqaabay ka yaaqay hadday waxbeeyaanoo dembiga galaan ciqaabbay ka baqayaan
مركزين وحي تاليين الله هو العقاب الله هو كعابدين كليل الله هو كعابدين وعذاب لك رب حصد وحاوثي عن الله وعبادات اللي هو خاصينا الذين كووا يمتقين بإستشارة شماها عنهم تقبانهم مأرى يسعون ربهم ربك وتكبق بالغيب المغنية كذبق يعني يبغى ربك يكبق إياه وهم يقولون من الساعة الساعة يمشقون كبقى أي ثاني توقف فيني إن الإنسان بكي يابين إذا قفر بساعة سوى مكور من تسعوا معه بكي يقولون توقف فيني هدي توحيد تقفتوا عيانا وحبوا إيرك هاديان ومثلا وأن خفر سني إلى هذا إن الإنسان بكي يابين الساعة يكون خمسة ساعة هذه الشيء بس قفت مركو عمك يابين يعني كواد يارجرون يا سوما بكا كي يابنتها بكا وحوى يواصل لجريه وحاضر الشقي ساسيدي أدقوا ولي قاد منهم وحاضر عبادي ساسيدي أدقوا بهر دمنا عبادة مركا الله منه يسعين وحبوس يدويهين مركا الشقين له شقه ده حلاشع أدقوا ولي قاد منهم يسيد هذا الشقي وحسو صارك سمير واك الليل الله أقول ليه وهذا نبي موسى كتاب كاتل في فرقانك وضيها وهذا كان وحي النبي الله محمد له وحي لنا ذيكم وحي وهي مبارك وبركيسا وخير بغن أنزلنا وأسود الجنة القرآن خير بدنا أفأنتم إذن كان له القرآن كمنكرون إنكره وأكثر خير فبدنا خير في شواب الله أرسى المعجزات في شواب موقتين وإذن كان جيدا معناه ما حدث جيدا جيوان حدث إلى الله رسالة قرآن هو معجز والله ربع إن بني آدم كان كريم وحل أرسى ويقوه لي ألو وكما حدث جيدا جيوان هذا دفر رسالة وهذا كان نبي الله محمد بقول جديدكم وحي ويان مبارك للبركية وخير بغن أنزلناه عند الجنة أفأنتم ما إذنك ممكنون له وكري الله أقول لي علم وشيئ يا إن وحي يا إذنك جدا والغدا قيل إبراهيم نبي الله إبراهيم السويكا نور إلى صدح يتول فصول بامرها نقص وقراد سورة دعوه سي إبراهيم بأقص وقراد أما أقول ده والغدا قيل أواصينا إبراهيم النبي الله إبراهيم حشده هنون فيسي من قبله من قبل موسى وهارون من قرب سنة أما من قبل نبوته أنت النبي اللي قد يكبر بسبب اللي يرى عرورة يا بالله نميمه وأبيه اللي دوري كده شركة كهري بسبب يرى عرورة وكل وحانه أهل الجود الله عالمين قوة به إبراهيم أنه أهل للنبوة إنه النبي النبي أصفه ضروان وقعده الله سبحانه وتعالى صدقت الله استغفر الله لقد نمت يسوع يهانوك بالله يدعوذ بالله واختلافه وقال الله وحان أقاب ذؤم برقى أهانونيين إنه أصف ذا لقد نمت يرسول لما يعني أقاب أن ليه ولقد تنواصينا إبراهيم أدوش وهانون فيسا من قبل هارون مركي ليلة من قبل هارون باسينا وعلى لقد نمت يشتق النقل من قبل النبوة مركي ليلة لنا سواب في حق لما تجيب النقل وكنا وحال الله العالمين كوا به إبراهيم إنه أصف بدل نبي النمر إذ وقت مركة الشيكين قال أخير لأبيه أبيه إيا وقومه تلسل ما هذه وروح روامحي التماثيل أسطوريك صورك التي تماثيش أنتم لك عاشقون عبد الفردان لها يدع عليها بشهد الفردان العبادية وروح على العابد الثاني أبي هل قلت الله سومر وفي يا أبت لما تعبد ما لا ينفع وفي شاكر دير بلا سومر هل قلت دير بين السومر مركا هو وقت كميدا وروح أنا أضف أسلام بعابد الشرين والله ده في عراق لأن أبو العراق دبوا أسلام بعابد الشرين سوروي للسمايين وحدقها مثلا يحدقها أصبع سيارة يحدقها نوع عسيني تحصير يوحطامين لي هنداء من سنائي مركا ساحدق والبصورة اللي السمايين مركا ساسد عن الوعابد إذ وقت كشك قال لأبيه وكوني وقومي سلس يو عراق سيوغا لهذه وروحا نوامحي فنوامحي أتماثيل السورونيكا الله في سورونيكا أنتم إليكم عاكفون الله أبدو الصفر إذا كنا جبنين قالوا محيلا وجدنا وانكسوا قادني أباءنا أبا يوغا يا سيوغا عابدين يبو عابدوا يا الله إياه حجوك لما إياه ملكو النبي إبراهيم ودينا يبوثوا لها دليل الشبهة الشيئة شبه لما شهدادوا حسمين يفوحون دليل وعينوا هشتا مركا وحو لها بلينا وحوم دليل الشيقان والمركا أدوش الرح للدليل كان إله وحوكي كنبو إصلاح ميل بنام بيفديان اسم لها هدو وحوم إصلاح أول سؤالي بلينا الدليل كان مركا الدليل كافين وبادي هدو الشيق لها دليل بما كانين وعيرهم تشعر ربا نسينا فسو قال لي سيدا ربا يعينو سيدا ربا يعينو وهدية ضغر وحيابا حقا لو بهر الباد هديها ضغر كأبرا سيدا ربا يهاجف
qarba ku dhinay mal basaxay badan tahay wadaas geed kood ahaa oo wuxuu sheegay jiray oo isaga dhaamin ka yarolay baxay wiilay mal basaxay badan tahay heban balow ma faahnaa war waxa uu xaq maqaadan mustaqbalka la jiro wuxuu ku yimid mar wax qaan waxa uu wajdaa waxa uu ka soo gaano ka helay abaara abayogood abayogayo caabidina laha iyagu caabudaya qaal wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi ibraahim laqad kuntum muhaadarayeen أنتم إذنك يواباؤكم أبيوغا أتشيغي سالة في الضلال البالي مبين معاك إذنك لفتي من يقوى أتزعتم فيهن والضالبة تسغن فيهن هو لفت ولا مركز دست مركز اللي دعوانا يسيدنا وكال العلمها هو مركز وقت وكسمه مركز مركز وكي شيغي فالضلال بات تسغن فيه وأضغن فيه لميلة ولا نبال إذا أن استمد نقلنا بالوحن إلى أربع أسراعا ودعوانا مركز سعوته لكن مركز روح كسر بكتر يدوك ليه يشيغي وحصى صايب الليلة مركبي لدو حد بجر ما يستدون حلاق يسدن كمان يمين قالوا في اللقات كنتم محاسبين أنتم إذنك إيوا أباؤكم أبيوكم في الضلال بعد مبين وعدبة كسبن فيه إذن قلبتنا قمنا في الدفع لين السميان بورها بالوحكة لين سواح السوستان بورها بالسلاء وقولي قالوا حيدي هذا أجيب سلام وحد نولتهم بالحق روحنا شيء سام حقبة أم أنت أدكم وحفا من الله عدنا قوة عيارة يميات هاي ومقاتل الألبا معناه وحيد قادل الله إنه إلهيه اللقاء وحشيه وضياش وديه ورؤ إلهيها عابد سير اللقاء وحشيه قادل الله إنه مركي إبراهيم مركها سير عادي إله الميانه وليكم حناقين وليه وحنو مكان نبع مسوا وضوع عيارة وماديس باد أبريك شداب إليه معنا قالوا إلا جيت لما وحد نولكم بالحق الدب ومهم با وحنو وإن إله كليه نشير وحيه إلهي أهين أم أنت مسواها تهين من الله عدين كو عياري باتهي بل قال وطول بل كو عياري ميه ربكم ربكين رب السماوات والأرض كربك آل الدين كو ياري ياري إن عابد إذن الله عياري كما هي رب السماوات والأرض سمد الدشين هوين بلاغن يا أرضا كأبوري الذي الله ويفدرهن سمد يا أرضا أبوري إلهيها لفتوضبا وانا نقول على ذلك ما أرثا من الشاهدين كو أكبر سابت تجمع من كتير وكور قبائل الخير خطر كاره مركز رب السماوات والأرض بوشيء والرب يبقى كده كريه مدين سمد يا أرضا دي كبر على رجينا يا مركز سمد يا أرضا يدس فرد الوحي أن سين كسمية أحد سك لا يني هاي ولا قياس كرين ويجي الأفضل ومشركين ويجي خالق إلا قالوا هو كسين صفات فعلك خالق لماذا في هذا جسم لماذا في دين كريه الله لا ينسي وحي فعل هذا هو جمسين قال هذا الأفضل ومركي اللي ويدي وريا سمد يا أرضا دوره الله بابوري كلين قالوا شوفوا بل ما يا عيار ما يا ربكم ربكين رب السماوات والأرض سمد يا أرضا رب الوجود الذي الله هو يفضلهن أبوري وأنا أنقل على ذلك ما أرنتها رب السماوات من مضع من الشاهدين قوة قيل عبان هجود حالتي هل كابدوك مركي جوستي وحير وصل الله الله بالقبة اللي أكيدنا وان وان نكحي عمان بان تدبع وحاد أكيد ليلة عمان تسجار اللي أدبر أسلامكم سلميان فيما بعد أن تولوا إنتا بيتتين مدبرين كوجه سلاتين ماشي فرصة يدي أهين معنى وحي أهين نبي الله إبراهيم وحا أبيه باكو إلى أبي عيد بانو لا لهين حضارنا فاعي لهين والصوار كلاهين ولا عيد يدينا يدوي كعجب قليل لهين marka uu fiid waab ka duuday intay kaashu soo qaadeen bay aslaantii aan gudbinaysay aslaantu u barakeey sadbaarkan ka soo qaad aslaantii ay midba ugu weyn oo albaabta xaqiisa u soo jeeda kaashintii ba aslaantii aan gudbigaya markay inta aan gudbigaa oo soo qortay siyaado soo bannaan baxaan bay jawaab kaashii soo barakeey san inay wax cuna marka waab ka duuday marka waa marka amal kuleeyahay uu dhaaranayo marka marku dhaaranayo waxa maqlaya kuwa yar ku waxba maqlaya min iyo waxba maqlaya marku saar watallahi allah wa huwa al-ajibu waxa way fursad u helay inuu leeyahay taad waxa waxa lagu dhaartay wawga iyo baad iyo taad lagu dhaartaa marka taadu waxay badal ka tahay wawga waxa badal ka tahay baad marka taada waxa loo isticmaalaa dhaarta ajabta la socota marka wuxuu aad ugu la yaaban yahay fursad uu helay namruudu haday خائره ماشي شو بقصده هلج ولا يا بني بكسر وحده وصل الله ما قلنا إلهي ما قلنا تاني لا شيء ذن وان نكشي يعني أمام بعد أدى بري أسلامكم سنميال فين بعد أن تولين إنسان جيت كتير وكتر ثاني يلا ودبرين ديكو دبتشي دي
مركز تجين فجعلهم حكيلا ففراغ إليهم ضربا باليمين وخلص مركز ظلم كذلك فجعلهم حكيلا جدال فرط حكيلا إلا كبير المدوين والله نسبنا بهم وياه لعلهم سعي يدعون ورسوا نغنان إليه حقيقة ومعناه هو يوصل نغنان معناه هو حاوي سيوصل نغنان أي بركة لي شئيهم أي يوصل نغنان أما إنه يوصل نغنان إستاد أركان وإستاد مركا عيد سعلا نواصورة إليه أدوك كسو نغنان يبدو أمن سيئي وإلهي إلهيها مدفع أبيو البئاد سي عابدا وإلهيها أدوك ودي وياه مركا هو يوصل نغنان طبعا السنة الدكتي بيوصل نغنان فجعله مبتيا لإزدادا برغف إلا كبيرا مدوين اللهم يبصنا به وأسلام هو المياه لعلهم سأي يرجعون قدس والنقضان إليه حقيقة وعلى صلى الله عليه إلى يوم بربر صلى الله عليه وسلم انتي كلايتي ولا بربريين يفاس في وكو بربريين قدوم بالنا بدون في وكو بربريين يوكنك عالك كجل يا مقرب قدس على وحر هبا بلقين كل براريتي يدوانه وحو وحبي السعي لكريوانه مدى كان وحو سبب بقصة مينة يا وحو إله إلهياك الأولى يسبب بقصة مينة تبع قالوا حي لهذه من فعل يا صفلي هذا سيدا صرقا بآلهة الإلهيه اللي هي صفلي من هو استفام إنه كسيدا يا لي لمن الظالمين الظالمين تكمدين هذه المنطة موصولا لقد قال جملة إنه لمن الظالمين الخبر قد قلنا إعرارها مرمر بين أخوية الله الإعرار سوما قالوا حي لهذه من الذي فعل فلي هذا خلقا بآلهة الإلهيه اللي يقف لي إنه كسيدا من الظالمين هو قد ربه كمدين استفهمت له الكفة عنها من أحد كيبا فعال كفري هذا فلقا بآلهتنا وصد يالي يالي إنه منك صد يالي لبن الظالمين الظالمين تكمدين قالوا حي لها كوي مغلي مركو داريني سمعنا وحانا مغلي فتر نمغل اللي يراه يذكره شيك شيك ودعايبيني كاسو يقال له اللي يلاه إبراهيم اللي يلاه بقي عيسى إبراهيم اللي يلاه نكاس المغلي أمو كاد ليون مركو إبراهيم ده معنى هذا هو يقال له يا إبراهيم مرك الله يهدي يا إبراهيم أما يقال له إبراهيم الله فيك إبراهيم الله استعماله نكات هذا المقلين هو المقلين يبعي قالوا حير هذا سمعنا وحال المقلين فتر من اللي يراه يذكره الشيك شيك يا بن عبد أي كل شيء يودع عيدين أو دارنا يا حضور طال كاسو يقال اللي يده له سجى هذا الله الله يا إبراهيم قالوا حير هذا فأتوا الله إمارة به نكات الله إمارة على عيون الناس ذلك هرتي سكانة إن ذهب ذلك كان العلم يشدون سيرهم خاطئ عاد عبيم وحلقية بين عادل لما السمين يانو ذلك هذا الكالة شيء شائع هذا الكالة وهذا الفاقي مركب الخاتم مقالة ساس سوق الشيء هذا السوق وهذا الكالة مركب سيئة وقوع الذات الدمد وقوع الذات هل كينا ليذلك والبيسة بتقال وحيو بشي دان ذلك إذا بدخل الدم كوك عين نكا سيدا الله قاله إن يكون وانا قاتلنا وبشي دان هذا يجب كل انقلاب يتوصوا حق بعدانا وحي يجب الدبرين بحق يكون عدانا قالوا حي الأهل ورثوا رشاع السوماء هنا سوق قليبها فاتوا الله إمارة به ويكا سلا إمارة على عين الناس ذكا إليه سلا إمارة هرتي لعلهم يسدون سيقوم خاتفعا والله كان النبي الله إبداه وردان يرى قالوا حي الأهل أرثا يا فعلت فلي هذا فلق بآلهتنا إلهيها يجب ما أرقى سيدا الكفة لي يا إبراهيم إبراهيم إلهيها ما لها سيدا يا لي بركاتي هدو قرص وحي قلت لك جلال بالكسة ما إلا هاي سيدة بمبو قرصة سيدة بمبو قرصة وحي إلهين أنت أريد أن يفعل كفا الشيء هذا صلت بعليها من إلهيها يجب ما لها كفا لي يا إبراهيم إبراهيم قال وحول البل مايا فعله وحا كفا لي كبيرهم كود وين با كفا لي هذا إذن كان قد انت عن دكتا أصارا تهي يا كفا لي فشروهم بالويدية إن كانوا يبدقون هديها الليان إلهيها اللايين هديها الليان وإن كانوا عدين أيان دليل ويدية ثلاث إليه بس معناها وكو يكح وحكحنا خيبوا ليه إلهيها اللا عابدين يكحنا خيبوا لساس ولا يدوا ليه معناها وكو تبا إله وين يدوح لا عابدين سان وإذا العقابة يا مدى كانوا سدة بمبو وقت سيوم إنا إنا كوا نوحبا ديلين ويوبين وإنا يوم يسلين إنا نسبر برين ويوبين مركب ما هو في مدة هنا وربانوها يقولوا كذا ذي يقول مركوا أنا قال الله يبي كذا كان تاعي بل فعله وحصفا لكبيرهم كون هذا كان
فسألهم وزيين كانوا يدخلون هذي هل ليا بالوزية كوان أكوش يا جاني كاسو متى وحول الله يقول ليه وقال إلا عبد المفعر وضيه ليه عرب التابو الله فرجعوه وحيدد إسوء النظرين إلى أنفسهم نقصاني فقالوا وحيدا جان إنكم إذنك أنتم إذنك أبقى الظالمون وديب إسوء النظر قال بس يوضع لقفة سرايون إن هذا الكتير وروحنا وحبب السعر الكريم قال هذا الكريم حين كعادلين وسوى أبا جنتي ويسوء النظرين وحاكروا إنك أبقى قرده لين وحاكروا لقيا بين إسوء النظرين markii hore bay naga dabay lahayna oo ka tagnay oo diwiilkaas inuu soo hadal qaaday iyo gaani baylaha dina soo marka waxa uu dhawdaa midda ah inay wax garowsadeen oo hadalkii ay dib u noqdeen waraabay ninka dhunti taa la waxan wax wax tariba ma aha taas ay garowsadeen farajicu waxay isugu noqdeen ila afusii nabtoodi oo sahabay u sheegay ka faqalu waxii jiraa innakum idinku antum dhalimun idinka wa gardar gurwaada sharaayada quman ثم نكشف وحال لود بجدي على الروس ما تقولي مسكح له دبائك بدي شيء مركي شيل عجرا وصدام به قال لي بدي تجيبه نقد لي أيام ضفيفة مركان سوا واحد اللي قال علمته وحال أكثاي ما هؤلاء كواس ينتقمين إن هني لا الله لا وصل عدين إن هني إنه ورثه مركان عدل ولا إلا لا ما بعرف إن هني إنه ورثه وهذا هذا إن هني إنه حنا إنسانين حتى عبدي صبا ما شاء الله قالوا وحي ثم نكشف وحال لود بجدي على الروس ما تقولي نكسك وحالا إلى وحالا دبقرديو مركب مغرد حوليبا دبقرديو حق كسو يرنع عاي بيكرديو منه بعضي كيبو كقردان وحيدا لقد علمت وحاد أكسهي إبراهيمو ما أولا يكون سيردقون إناني هرهي حقلا الله نولد مركب وحيدا بقول إلي عليه الصلاة والسلام إبراهيم صدح ضرب وباشه هذا مدى حقيقة مدول بقرين ما هاي وحوية لما ألا درت بقوش هذا مدوا مركب إنتو لعيني إني سقيم وابك أويني مركب دين عبد الله جاي لوابك يوسف كبك بعض الكل كبك دين عو كبك لكن يوم سنة وقعت يعني واحد عهد سبعة عهد مثل بعض واحد عهد بل فعله كبير كنا سبعة عهد تأخذ هذا الوارثون سبب سبعة نبرجوري وين سنة ثمانية سبعة نبرجوري بدك كان واحد عهد مركب سوق حي العراق كتجي وحران ماشي ليلا الشام أويني يعني بقرها ماشي أشوفيهم قبضت gabad ninkii hadii la socotaado arko waa loo keenay kilo maalmo haysan jiray marka waa loo soo gooyay gabad qorux soo wataa yimid baalay gabad dheeriga soo u yimid oo gabadhan waxay ku saaray Ibrahim baa markii uu rukay markaas uu walaashay iyadii la wuxuu ku yiri waa walaashay baa soo reeyay ay ugu beeniin waa loo geeyay markii uu la cadab cagaa guriga la qasay saddex goor markii yiri warjin baaday keertay sheedaan iga saxayo gabadha haajada leeyahay Ismaaciil dhashay uu soo siiyay marka barigaad ee taaqudeed aan la dadsibayay oo xaaskiisii uu difaacayo xaraam ka difaacayay laakiin isaga uu xogay leeyahay taa ugu jirta oo Allah ma xadir uma aha taas marka saddex la goor bay ahayd bal waana ka qiyaamaha kumar marsiin doona anuu bari baan ka sheegay waa ka dhigi doona marka safaacada la waydiiyo qala marka wuxuu yidhi afata'buduna ma'abuda shan min dunillahi alla ghayfi ma sha Allah yafa'ukum wa ma lakum sara la yafa'ukum an yafa'il shay'a ولا يضركم هذا اللي عندي بيني يا العبيد يسالوه يعني هذي هذين من الأفنين اللي هذين هذا لا أنتهى واحترى الآن ويين حتى عبيد يسوي مر الجد بكان والرجل أفتعبدون واحد عبيد يسال من دون الله أن غير ما شاء الله ينفعكم شيئا وحبان اللي كتر عينين ولا يضركم هذا اللي بيني مفتل لكم نصنا قرم بالك مدين سبنا لك إذنك يوم ما تعبدون واحد عبيد يسال من دون الله أن غير أفلا تعقلون وعمل إذا فهمين سوى البوح لكي كل شيء وحن حتى كالفين وين إذا فهم الآن وضط أهين إذن كي واحد عبد مقرم باقي يالي وحن يؤفض أسلام استفيع البال الإلهية أسلام وحي كتبت أفكر ناس كي سيكتبت أفكساتي كتبت مركو الله استعمال حنا الله استعمال إيا عيدة روح إنه أفبان ويلي يكربان ويروان لك وأفتاوه أفي لكم نتنا لكم قرم باقي سبنا ذي إذن كي يولي ما تعبدونه على العابد الإنسان ومن دون الله هل غيرتها فلا تعقلون من يلا فهمين قالوا حيرا عليه وحاول حكم سيدا لقوده دي حرقوا رقوبا واسروا أقرقارا آلهتكم إلى يالفين أقرقارا أهل الدعية إن كنتم فاعلين شيئا وقلون هتا سمين إيسانا وترهيد الكوشيرون إلى إيها اللي أرد ذلك وعالي لي وحي قرآن مركي حكم كالت لي من كرد أه هو حوية في الباريها ثالث لكن العراق ما برقى ثالث بقى هايدك نكاة أو خصوصها أي نقفش أي
أي لقب أشدنا جحيم أشدنا قالوا ابن له بنيانة ألغوه في الجحيم ليلة مركا أفرت العشاء يا حابد ولا سوقري مركا ردش بودش ابن له بنيان ليس بعلى ردش مركا وري أفرت العشاء حابد ولا هو روبين اللي لقبه هنا وحوي جبرد بكاء وحي نبي عيسى هذو الله إشاء في حابد إذا اللي يقول لها بسوقري وعسل الله شايبي وحلا وح حويان ويسوقر مدين كده يجب تعرض خيل هاي نديج وحكت رجال فعشوا وزقده اللي يلامونه وزقده قرنت هذا نواله ربه اللي جسام عبرس أو بعش اللي جاه عاش جري دحر ويرد يغير ويهم ما تصاروا بخبقاشية بعش يال مسلمان سام عبرس عليه وتنبي جود الدلة قرنت هذا نواه ثاني ثام ويه وح كلا نواه خمسة بكرت في واشد مي بعش اللي جاه هذا مجانيل اللي جاه ده إبليس ما فصل هذا أوكي أنا يبالي دبك الواحد ماري كان صوما واحد كان كان ملع هل من اللي هو صرنا فكر باشا من جنيق ذا الليلة قال له اسمه يستدع أبو طوريك ومثل عوكلة يستدع أبو طوريك مالك واحد قول ما تكوي من ملك يدبعيش حكومة كيري كي مدر في حكومة كيري وحاوية ملايك وانا ما سوى قول ما كيري كمدر كوي حيني والدبك هو مبخ تياع ما يجي أنا يقول أليك ومبعني كي دبعيش يستدع أبو ملك الجبني باقي مرفو قحنا سين مرام قال لك حاجة عمر هذا ملاذه أما إليك والله أما إلى الله إلهي بريدون مركه إلهي وابي يوبي محاك بريدون وأربانا بس قلنا يانا ركون بردون وحاكار في مركه مركي الزبط والحجل عادي وكل راح يسلم وحكوا لي هاي ما المرء يقصي على النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهبين أخذت نهبين صد نهبين محروف كتير ماشي كذا نورا وملائكة ربي من الشيء منتبه في بيه اللون كينان بس ما المرء هذا يقصي علاجه بس وحنا لي هاي نمرود بغر في مركه شيء ومال كرب وسن وهلك هكذا دعوانا يا عارفين إبراهيم هو يستدح فديه ورحنا أصفديه وملك الملك المدركة يا أصفديه والله شاكي كان أوه الليالي بكاسود إبراهيم هو صابح كرتاه هذا لي كل هذا وحيد إلى هذا وإله في عمر المرضى قربان بغن بغن بحين كرابون يعم بحين يا الله كأقبل المهيب أدو مرضى بأفر كل الله يقربان يبا لقالتا وهو الله قدر سبحانه وتعالى حويان كأضبع يسلو قدري وحال قدري كان على قدري سجي يفردي ذكي إنسان سجي جل جسالي كان على ضعيف لماذا لو حكمنا مركا يقاس حويان كان مركو لرقوه وحو بيستا كان على مركا قدري كويدي مطايير ويبرور مركا ويبرور وحويان كأو ضعيف مركا هو ضعيف كاسا الله قدري سبحانه وتعالى مركا وحالا إذا قلنا قالوا حين حرقوه قبع وصروه أقر جارة وصروا قرقار آلهتكم إلى أهيالك إن أهي البعية والمعنى وكنت فاعلين النصر هذا قرقار صمين كريسان الله سبحانه وتعالى قلنا وحالنا لبقر يا النار الضبي كوني أهو بردا قضو إيه وسلاما بتقلي على إبراهيم إبراهيم بشي قضو أهو هدي لقل دين لها بالن قضو قاسا بدي لها بالن على إبراهيم هدال لدهن وإبراهيم بشي سقضو لدهن دب أردن بابختي لا وح علوك صدر الله عليهم ده إبراهيم دب كوش ده بختي بمعنون الله وعلى جمالك وح الله وح دبها إمالك هاشنا دب ولجود ديار جرمال لأن أمرت ماله كوس على مية قانا دب بختي مال يدي ماله كوس على مية قانا قال سبحانه دب كي وهو صب قريش الله فقاره وأوح صورة دلا دبها اللي إذا هذا المتفرع أو خلاء سب جيت ماشي سيد الله مري دب كقول ما يعني marka kuma xajiga baynina sheekh culimadii hore islaamka kamid aha yaa niman mushaawadiin oo sheekh iyo khuraafaad dadka ku gumaysan jiray baa waxay ku saaleen jireen dabka inay dabka gacanta galiyaan oo dabka galaan ina dabku wax yeelin ila waxa ku sameen jiray uu fahmay sheekh wuxuu kaalay dabka inuu wada galay waa ila gali dabka oo soo martay baa ku soo martay way ku dhici waayeen khalas qowd dabka marka macnaha way jirtaa inaan dabku waxba gubay dabka allah baa wax ku guba sabiiisu waxba gubo قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إبراهيم دشيسا وأرادوه حيلضون إبراهيم كيدا دبا يلضون فجعلناه مخانيجا كي لي على خسارين كوي خسارة بنا حيكون خسارة وأمره هرت إلى إله ولا جبر بريء مرك كلا ولا جرها مرك كلا مستمع وين بارك كذا مو فشل مان فشلات دور واحد جبين دور واحد فشل مان إبراهيم فينا كاب بثاني جبين وهلو يا واسو دعوتي وهالك تتيوه ورادوا حين لدونا به إبراهيم كيدا لبين لدونا فجعلناهم محاكاة يسيني ألا خسرين قوة خسارها بنا الله يقول ونجيناه إبراهيم وأن نبجل لنا
يولوط اللوط لو أن نبدأ لنا وحانا نهج بسينا إلى الأرض برسي لأن جيلانا سأوحى لدحجة لي وانقحنا إذا كنت أحسن إنت أن نبدأ لنا وأن تفايو يبعنا لجيناه وحانا نبدأ لنا إبراهيم يولوط اللوط إلى الأرض برسي الله في أرض الله باركنا فيها إحنا الآن بركينا للعالمين خلق أهل بركينا مركة أرض الشام بيتغينا النبي لي إبراهيم حرام مقالة اللي قابل مركة ركوه الرئي كذبنا فلسطين بو تغي دولك فلسطين اللي إذا هذا نبي الله اللوذة اللي سعودين أولك تغي ليش السبب من اللي إذا هذا أما المؤتبكة قرآن قوية قانا الكاسو تغي مركة الكاسو بركتنا وحوية وأرض الأنبياء الشام وماشا الأنبياء إنت هذا بداني أي فضح لمدك الوام ماشا أدوك أغرد في عبا لي وقع رونا سن مدك الوام محشر كالي معشر كماشا أدتك لقصة شرين دون إذا كانوا ماشى أرضا اللي جف في ييبا اللي جنوا اللي جب اللي ييبا وبرتمها أرضا ورجع له أن بدل إن إبراهيم يولود اللود وحن إن بدل إن أن أبد الزي إلى الأرض دوكي الله تعالى بارك لنا فيها بركة للعالمين ووهبنا واسع إن له إبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة الحال ويعقوب زيادية وحبري هب هب لنا الصالحين دول يعني ويل بكبر يا الله ويل استيجود مرك الله الله بكبر ويل يوجد وزيادة بريدي في خمجرين يعرض لكن إسماعيل بقى ظهر بشيء هاجر الرغب لي هاي يا إسماعيل بس ما كنت صدق يتوسل كذبا ويسن إسحاق الله سيني مركو دلت فيه هو يقص وقحي وقال له أقول جارك إنه عرورنا وابن أول سيني له إسحاق له إبراهيم إسحاق بقى سيني هو يعقوب الله فلة حالي زيادية وكل لما أرسل إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب يا الله كل جهد كل لما أرسل جعلنا وحكية للصالح من الجد ولا يسمى كي الأنبياء من الله الله سبحانه وتعالى